와. سجيد ابن الثامنة انهال عليه المنزل الذي كان يأويه في قريته التي كانت وادعه، فقد كثيرا من ذويه. أما زينب وهي في السابعة من عمرها فقدت أخويها والزلزال الذي ضرب شمال باكستان ولديها كسر في الساق. هذه هي المخيمات المؤقتة التي أقيمت لإيواء الناجين من هذه الكارثة الكبيرة. الآلاف عشرات الآلاف من الذين تقطعت بهم السبل يقضون أيامهم ولياليهم في العراء. في واحد كلب دافعهم حيوان. ما بدنا ما بتفهم. نحن اليوم راح نقول لك.